لكن شوف ملخص الفكره ان السي فتاتي عنده قناعات في الشكل ولكن محرج. لا شوف لا زلت على نفس القناعات وانا ارجو ان القى الله على وانني على نفس القناعات. حنا في العداله والتنميه ما عندناش مصالح شخصيه ولا فئيه، ما عندناش ما نقسموا مع بعضنا بحال واحد العدد ديال الاحزاب واحد العدد ديال الكائنات، وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. الفرق بيننا وبينهم اننا تجمع اصلاحي وفكره اصلاحيه بامتياز، ماشي جماعه اللي مرتبطين بالهموز وبعندي عندك. وانا انا انسان بحال قال انا ولد مخازني وغادي نموت ان شاء الله على هذا الحال، طبعا ما طامعين في حاجه وفي نفس الوقت ما خايفين حتى من شي حد، وسنقول الذي ينبغي ان نقوله في كل الاحوال وغادي نستمروا، لانه هذه بالنسبه لنا فرصه مع الاخوان ديالنا في الاغلبيه باش نساهموا في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، من ضفة إلى ضفة، بالأشياء دابا اللي قال واحد العدد ديال الإخوان ديال العمق والسياسات ديال النقاش ديال السياسات العمومية، ولكن فين هاد النقاشات؟ حنا إلا دوزنا سنة في الحكومة غتولي المعارضة ديالنا نص قدامه نص، برنامج قدامه برنامج، فقرة قدامها فقرة، إجراء قدامه إجراء، قانون مالي قدامه قانون مالي واحد اخر. طيب هو ما يمكنش واحد سيرة 20 عام و13 سنه بوحدهم بالمناسبه. راه في 2006 كنا الثالثين، ما جا حتى واحد من جهتنا كاع، ما عدا الاستاذ يوسف الله يذكره بخير. في 98 قال لنا تشاركوا معنا وساندناه بمسانده نقديه سنتين، 2002 ما جاوش من جهتنا. 2007 طيب. ما جاوش من جهتنا. طيب واخا كنا حنا القوه الثانيه. الوقت اللي طلع الاستاذ عبد الله بن كيران اقترح على الاخوان ديال الكتله بدون استثناء، وكان طيب. غادي يقترح على الاحرار باش طيب. غادي يشاركوا، بمعنى كنا مقتنعين باش نوسعوا القاعده ديال القيادات ديال الاصلاحات، لانه الاصلاحات ما يمكنش ينجزها كما قلت حزب. هذه الاصلاحات ما يمكن ينجزها الا ثلاثه اربعه خمسه وربما اكثر من التيارات المعتبره، ومن بعد انا ذاك ننتشر في ارض طيب. الله الواسعه ديال الخلافات طيب. ولكن طيب. يجب ان ننجز الانتخابات. ما بقاش الوقت في ذاك الوقت الحزب ديال البام لانه معروف. نعم معروف المسار ديالو. سيف تتي سمحتي بقى تقريبا يعني تقريبا دقيقه لكل متدخل فيكم. غير في الموقف.